أكد المعارض القطري خالد الهيل أكد أن الوساطة الأمريكية لحل الأزمة الخليجية فشلت بسبب تعنت النظام القطري. وكتب الهيل في تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر أنه يعتقد أن وساطة أمريكا فشلت في احتواء الأزمة حاليا بسبب تعنت نظام قطر وتمسكه بسوء النية، متوقعا صدور بيان رباعي قريبا خلال ساعات.